كنافة بلد. ازيك يا ابو هاني؟ ازيك يا ابو؟ عامل ايه؟ تمام والله الحمد لله. كل سنة وانت طيب يا ابو هاني. طيب يا ابو. لسه شغال في الكنافة البلدي؟ اه. معقولة ما شاء الله يعني. قولي طيب الكنافة البلدي دي بتتعمل ازاي؟ والفرق ما بينها وما بين الآلي؟ الكنافة البلدي بتتعمل من دقيق وعسل أبيض وحليب وسمنة بلدي. وأنا شغال هنا عند الشيخ علي حلواني السلام. بشتغل كل سنة معاه في الموسم. طيب قولي يعني انت بتحط قد ايه كمية على يعني الدقيق قد ايه وننفع نعمل الحاجات دي في البيت ولا لا؟ انا بحط في العجانة، ممكن تتعمل في البيت عادي. انا بحط في العجانة 15 كيلو دقيق و2 كيلو لبن و يعني بتاع يجي رطل سمن بلدي ويجي ربع كيلو عسل ابيض، وباجي اعملهم في العجانه، بعملها عجينه كنافه وباجي شغال بيها تطلع كنافه بلدي. تطلع كنافه بلدي. قول لي، في ناس بتعمل الحاجات دي في البيت، ينفع نعملها في البيت؟ لا صعب. ليه بقى؟ صعب، بس دي صنعه نادره مش اي حد بيشتغلها. طب قول لي انت ليه ما فكرتش ان انت تجيب اللي هي الالي دوت علشان تريح ايديك؟ ليه بتحب المهنه اليدوي؟ المهنه اليدوي ما دام هتعرف تاكليها وهتعرف تستطعميها لها طعم عن الآلي، وكل المكونات الغذائية فيها سمنة بلدي وفيها حليب وفيها عسل أبيض كده يعني، غير الآلي. غير الآلي. اه. طب قول لي سمك الكنافة. اه. سمك الكنافة ويعني أنا شايفة سمكها هنا مختلف عن أي مكان. عن أيوه بالظبط، يعني هنا سمكها أعرض. اه، بتفرق في الصنعة. بتفرق في الصنعة. اه. هنا عاملينها كده دي عشان العسل الابيض اللي فيها والسمنه البلدي، والمكونات دي ما ينفعش تعمل غير كده عشان اي صنايعي يجي يشتغل بيها تلزق منها على الصينيه. هتلزق على الصينيه. طب هو انت بتحطها درجه حراره معينه يعني؟ اه، درجه حراره ظابطها على 5 ثواني. 5 ثواني. طب قول لي، اقبال الناس على الكنافه اليدوي اكتر ولا على الكنافه الالي؟ لا، اليدوي اكتر. اليدوي اكتر. اه، عشان الطعم. بقى لك كام سنه شغال في المهنه دي؟ ادي لي 12 سنه. مين علمها لك اصلا؟ علمهاني جدي وابويا واخواتي. طب ورينا بقى بتعمل لنا ايه؟ بس طبعا جوه هوا. ايه؟ حبيبي. هوا هوا مش عارف انا ايه؟ قولي بتقعد قد ايه كده تقريبا على الـ على الـ ده الفرن ده صح؟ ها؟ اه، دي الصينية نحاس. الصينية نحاس. كان زمان بتتعمل دي فرنة من الطوب والصاج وال صح؟ اه، احنا طورنا فيها بقى. طورتوا فيها. اه. لكن ما زلتم محتفظين بمهنتكم بان كنتوا بتستخدموا ايديكم في الشغل. ايوه طبعا، عشان دي هواية من صغرنا واخدين عليها. بتحبها؟ اه طبعا. والله يا جماعه يعني على رمضان وجمال رمضان. قولي انا قبل الفطار لقيت عليك ناس كتير واقفه بتشتري منك الكنافه. اه طبعا. يعني انت بتشتغل في المجال ده في رمضان بس ولا كل سنه؟ لا، هو موسم بس في رمضان. موسم بس في رمضان. أوه. بس بعد كده ما بقاش في حد بيشتري الكنافه كتير. لا، هو موسم بس في رمضان. اه. ده هي تقريبا كده بتقعد تقريبا دقايق او حاجه بسيطه قوي. ثواني. اه. طب لو قعدت اكتر من كده تبتدي تتحرق؟ اه. دي انا شغال على صينيه نحاس، اقل نار بتشغلها.
اقل النار. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. يعني اغلب الناس دلوقتي بتشتغل بالالي وبتشتغل في الكنافه، حتى كثافه الكنافه نفسها بتبقى اقل من كده، او سمكها بيبقى قليل جدا، لكن ما شاء الله يعني الكنافه اليدوي مفيش احسن منها. طب قولي الناس لما بتشتري من عند حضرتك الكنافه وبعد كده بترجع تعملها يعني في البيت، بتطلع ناشفه منها، بيبقى العيب في ايه؟ بيبقى العيب في قله المويه اللي هم بيعملوها، بيقرصوا عليها زياده في الفرن فبتنشف منه. بتنشف منه. بس احنا كنافتنا بقى المكونات اللي فيها دي ما بتخليهاش تنشف، عشان هي بتبقى واخده ايه؟ ايوه ده الكلام دوت، لا انت بتبيعها نيه وهم بيسووها. طبعا. طب قولي يعني تنصح ستات البيوت لما يجوا يعملوا كنافه يحطوا على العسل اللي هم بيحطوه مثلا على كيلو الكنافه قد ايه عسل، ويعملوا العسل ازاي؟ بيحطوا شوب كده مش كتير قوي، وما يرصوش عليها في النار قوي. ما يرصوش عليها في النار. ايوه ماشي. يعني يحطوا كيلو سكر مثلا على نص لتر ميه، يعملوا ايه بالظبط؟ هم يحطوا لتر ميه على نص لتر سكر ويظبطوها بقى كده. ما على حسب، لو عسلها مثلا عسلها كتير عسلها قليل ماشي، عسلها تحط، ممكن في ناس بتحطها ليمون، في ناس بيعملوها بالمهلبية، ممكن الناس تحط عسل كلوكوس مع السكر. مفهوم؟ كمل بعد ما اخلص دي. تالت مرة نطلع دي. ان شاء الله كل سنة وانت طيب. ابتدى حبيبي. هو انا ينفع اعمل اعملها زيكم كده ولا هتلخبط؟ لا طبعا مش هعرف اعملها. مش هعرف اعملها صح؟ هتبقى محاولة فاشلة قوي مني. ايه؟ هتبقى محاولة فاشلة مني. لا حرام، اكيد حرام طبعا. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. قولي بقى الناس يعني الاقبال كويس الفترة دي الحمد لله؟ ايه؟ الاقبال بتاع الناس كويس في الشراء؟ كويس. كل سنة وانتم طيبين. بس كل سنة طبعا. كل سنة وانت طيب. خليها تجرب بعدها. خليها تخش تجرب كده تلف لف. تجرب يا باشا. لفة كده وانت تمسك لها التليفون وهي بتلف. مفيش مشكلة. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، واحلى قطايف من عند ابو هاني بتتعمل رائعة، بتتعمل رائعة يعني، عسل وسمنة بلدي ولبن ولبن وما شاء الله عليها يعني. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. كانت معاكم فاطمة. احسن من الثاني.